بمشكله حتى لا تضخمها او لا تعطيها حجما او اهميه، ولا ده يعني تعتقد ان ده تكتيك احيانا بيصيب واحيانا بيخيب، ولا دايما بيخيب؟ لا، هو الملاحظة العامة انه اصبح منهج للحكم الحالي، ومنهج للحكم الحالي انه بيتجاهل كافة الضغوط، يهون من شأنها، ينظر اليها باعتبارها اعمال. ولذلك حتى في الدعاية اللي بتتكلم يقوم بها شرذمة محدودة من الناس، ليس وراءها جماهير محرضة من الخارج الى اخره. نحن يعني الآن أصبح، ودي المشكلة اللي هي جزء من أهم المشاكل التي بتواجهها مصر، إنه السلطة الجال الحاكمة أو من في إيدهم الأمر ما يعني لا يقرؤون وجه شعوبهم وشعبهم بشكل جيد، ولا يحاولون إن هم يستوعبوا هذه الأمور، ويحاولوا إن هم يحل المشاكل التي تدفع الناس إلى هذه الاحتجاجات، ولا يعتبروا أن هذه احتجاجات حقيقية تعكس مشاكل حقيقية بيتعاملوا معاها باعتبارها مجموعة مشاغبين بتعمل شغب مفتعل، وليس ناس لها حاجات حقيقية ولها مطالب حقيقية تستهدف ان هي تتوجه الى من يحكمون، ومن واجب الذين يحكمون ان يسعون لحل هذه المشكلة. وهذا المنهج اللي بيجري في التعامل مع الاحتجاجات الموجودة في بورسعيد ومع غيرها، ده منهج اصبح ثابت الان تماما للحكم، وهو واصبح اتظاهروا زي ما انتوا عايزين، اعتصموا زي ما انتوا عايزين، احنا ماشيين. اذا كنت بتسالي ايه رد الفعل في ردود افعال او بتاع، يعني انا اخر خبر سمعته قبل ما اجي انه قيل لي انه الرئيس اعلن انه حدد موعد مثلا لبدء لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، برغم وجود لا هو ما اعلنش بشكل رسمي، ده احنا عرفناها من احدى وكالات الانباء، اتخيل ان هي وكاله انباء الاناضول يمكن. هو خبر في الغالب صحيح لانه في تسريبات صحفيه متعلقه به، لكن في الاغلب الاعم احنا بنتكلم دلوقتي على حوار، بنتكلم دلوقتي على مشاكل موجوده وهو الى اخره، فالاداره بتندفع فيما تريده. فعلا الخبر منسوب او اللي نشرته وكاله انباء الاناضول بتقول ان انتخابات البرلمان قد تكون اواخر ابريل القادم. ذكر مسؤول مطلع بالرئاسة أن الرئيس محمد مرسي سيدعو لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر شهر فبراير، بينما ستتم دعوة الناخبين للاقتراع، يعني الانتخابات الفعلية يعني السنة دي، أواخر إبريل أول مايو. المصدر قال ده لمراسل وكالة الأناضول للأنباء. دي وكالة حسنة الاطلاع، يعني حسنة الاطلاع. فإذن ده نوع من أنواع الردود الأفعال مع ما يجري فيها، ولذلك انا لا استبعد انه رد الفعل الصامت الان، وانا بندهش بس لانه هذا النوع من الصمت والتجاهل بيدفع الناس الى التصعيد في اساليب احتجاجهم واساليب نضالهم، واحنا بنشوف شكل جنيني للدعوه الى العصيان المدني، قد يتطور بعد ذلك، لانه طبعا واضح ان اشكالياته الاساسيه مرتبطه بايه حجم التنظيم اللي موجود ومدى قدرته وفاعليته في ان هو يحشد اكبر مساحه ممكنه من اهل المدينه. نعم. حول هذه الفكره. استاذ البدري فرغالي، بعد الفاصل هسالك برد الفعل المنتظر او اللي اهالي بورسعيد على الاقل بيتمنوا بيحصل، بخلاف الاستجابه للمطالب، اي حد له مطالب بيتمنى انه يتم الاستجابه لها، بس انا سؤالي ده مرتبط برد الفعل الرسمي سواء من رئاسه الوزراء او رئاسه الجمهوريه بعد الفاصل.